السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا واحد سكيري وقفوه البوليس في الطوموبيل، قالوا لي علاش ما دايرش السمطة؟ قال لهم حيت ما لابس السروال. واحد الولد سول باه، قال له كيفاش نعرف با الواحد واش سكران؟ قال لي با سكران ولدي غادي يقول لك راه هادوك ربعة الشجرات ماشي جوج. منين تلفت الولد فين شير له با لقى غير شجرة وحدة. عرف با راه جايب. هادو واحد جوج ديال الحمق كيتغنوا، واحد كيقول دابا النهار والاخر دابا الليل، واحد كيقول دابا النهار والاخر كيقول دابا الليل. ويدوز من حداهم واحد ويسولوه، قال له اجي نسولك اخويا واش دابا واش النهار ولا الليل؟ قال لهم سمحوا لي يا خوتي راني ماشي من هاد الحومه. واحد الشنكار كان غادي في الطريق ويوقف عليه واحد خينا، هو يقول لي خويا خاصني كلوه، بيع ليا وحده ونعطيك 30 مليون. الشنكار سمع 30 مليون تحلو عينيه تقلشو ودنيه وطارتلو التبويقه، هو يقول لي واش بان لك تضرب معايا في كل شي خلي ليا غير النيف. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.